صباح الخير، كل عام بخير. يوم عيد الأضحى المبارك على الطوائف الإسلامية في ترشيحة وفي العالم أجمع. ومبارح قرية ترشيحة وصلت لوضع مأساوي جدا في سماع حدوث قتل الشاب ساطي غرزوزي. الشيخ إمام إبراهيم إمام المسجد الأكبر في قرية ترشيحة، أعطينا شو كان مبارح شعورك بهذا الوضع اللي صار فيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم يوما مباركا على الجميع، كل عام وأنتم بخير. وكانت أمنيتي وكما أمنيت كل إنسان وكل مواطن ترشحاني أن يكون الأخ أبو ماريو الشاب العزيز على قلوبنا جميعا أن يكون معنا ويشاركنا بهجة هذا العيد، ولكن يؤسفنا سماع هذا الخبر كان الليلة الماضية. وطبعا من باب المسؤولية ومن باب حق الجيرة ومن باب أننا أهل بلد متماسكة، فقررنا مباشرة بعد أن انطلقت المسيرة قررنا قرار يعني فوري بتوقيف المسيرة وإلغاء جميع الاحتفالات، لأنه لا يعقل أن أفرح وجاري حزين فكلنا في ترشيحة جسد واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون وفاة الأخ ساطي هي آخر وفاة لأحداث العنف التي يشهدها مجتمعنا العربي، فهذا والله شيء مؤسف، شيء يوجع القلوب. ما من هنا من هذا المكان أشارك وأشاطر العائلة أحزانهم ومصابهم، سألين المولى عز وجل أن يخفف عنهم عظم المصاب وأن يرحم العم أبو ماريو الصديق العزيز على قلوبنا جميعا. يعني هذا ما أحببت أن أقوله لكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. شكرا جزيلا.